السلام عليكم، راح نقدر نلعب جيدة. اليوم سنلعب لعبة كونتر اتريك، طبعا جربته انا لعبة لم تصدقوا كمية، والله شخص يحلم بها. قاعد يجينا اسفي على القطعة لان نزل، طبعا هذه هي اللعبة ايرور كونتر اتريك، فقط رابطها هي الوحيدة، وسينزل لكم مقطعها افضل 10 العاب، افضل 10 العاب ساحمل هذه الالعاب ان شاء الله لن يسرها. او ليس افضل 10 العاب، افضل لا اليوم 3 العاب يجيبون للضغط. راح نشوفهم على اليوتيوب. ستيكا كونيكت ذات ماتش، سنلعب ديس فيست. بوم بوم بوم، يجب علينا ان نلعب مع المجرمين وليس مع الشرطة. المجرمين ربحونا، المجرمين ربحونا. طبعا سأقول لكم كنترول عند بدايتكم، سيتم تدريبكم. هيا ابدأ. أظن أن الكونيكسيون أو الانت نت. ها قد بدأ. نفس الماب، لماذا لا تضعون في ماب آخر؟ لكن أنا ندخل أي شخص مع المجرمين. سأرفع. الألعاب صوتها كيف كاسف الله بأن الهاتف خاص بي. يستقل المجرب هذه الحركة من صدق حركة. نهي ستة شخص من رؤيتي، أنا أمدر شخص كل أنه ذهب لأنه سيكون هذا أمر ممتع. هذا هنا تدخل يعني وضعت الشيء، يعني عندما اللاعب يرى أي شخص فإنه مباشرة سيقتله. فلاجئنا في اللعبة عندما وضعت هذا كنترول، فإن اللاعب يجب سدد النقاط صفرها، ثم هذه سيتم ذلك الحرارة، ثم عندما يظهر الأحمر يبدأ التسليم. ندخل اي شخص يجي ليه تقلو حبه
صدق مونتاج. تذكر انك في احد الحلقات كنت اريد وضع مونتاج فمونتاجه كان يحمل فجأة نحصل حصلت كيت وهي ان المونتاج لم يحمل. اختبئ انا لكي ارى. لا لا انتظر انتظر اضرب قنبلة كيف هي احتروا يا سكا 10 اشياء لو تكتبوا في جوجل كيف يتصنع قنبلة لكن اذا كانت قنبلة ان السلطات ستحاول مراقبتكم. تم وضع القنبلة. اه والله تمنت عدوي ادو شو الذي عجبني انظر عندما سدد هناك دخان يخرج من هناك وايضا في سلاح صوته اسلام كما عرفتكم عرفتكم بأن التطبيق هذا قوي جدا على جهازي. انظر هل رأيته؟ هكذا سيبدأ الجد. هناك شخص معه دخل معي الاشتراك. لعبنا هذه اللعبة الآن سنلعب كونتر سبيسيال فورس جروب 2 سأقوم بجزء ثاني من لعبة من الحلقة هذه. مع السلامة صدق إذا كنت جديد في القناة فضغط لايك واشترك بالقناة لأنني رأيت مشاهدات مقاطعي هي مرتفعة جدا ليست مرتفعة بمليون أو عشرة آلاف أو خمسون أو عشرون كما نقول هي مرتفعة بالخمس بخمسة خمسة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة سبعة ستة ثلاثة لكن لا أشكر المتابعين الأولين الذين هم تابعوني في كل حلقاتي تابعوني رأيتهم ضغطوا سبسكرايب وكيف أنتم يا أصدقاء لم تضغطوا أنشر مقاطعكم أنشر مقاطع أتعب عليهم وما أقوم بمونتاج أصدقاء في أحد الحلقات نشرت ألف حلقة يا أصدقاء ولم تستطيع أن تحمل وما هذا السبب ويا صديقي أنتم الصديقان الذي أتكلم معكم أشكركم على دعمكم رهيب بفضلكم ضغطتم سبسكرايب وقلتم وتابعتموني وأشكركم ويمكنكم مقابلتي عبر الألعاب
ستجدون أو لا أو أصدقاء حملوا Call of Duty ستجدون اسم عبد الرحمن وذلك الاسم هو الذي سيثبت لكم أنه حسنا يا سلمى صدق تكون جيدة القناه تضغط لايك وسبسكرايب واشترك بالقناه لانكم يا اصدقاء انتم الاثنين الذي اتحدث عنكما اقول لكما في رايكما ما هي مشكله التحميل هل لديكما قناه هل لديكما قناه او حساب ما لكي اشكركما وضغط لايك يا اصدقاء وانتما الشريكان اقول لكما يجب عليكما ان تتحدثوا مع هؤلاء المتابعين انت تدرس ان تدخل الى قناتي سندخل الى قناتي استبقاء اتوقف في السيارة انفجار كبير هيا لندخل الى قناتي لا 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 اريد انهاء فيديو لا تدخل انا اصلا هذا كلهم سببي هذا هو انظر حصل على 8 مشاهدات 6 مشاهدات 4 مشاهدات هذا لم يكن 4 مشاهدات مشاهدتان طبعا هذا هما المشاهدات الذي اتحدث عنهما انتبهوا هنا هذا هو حبة دايموند ضعها في الصندوق حطها في الصندوق فقد اصلحت منطقتها انا اشتركت في قناتي لماذا مهندرو مشتركان اشكرهم لا تخربها لا تخربها تدرون ساسميه اخي كنت بقول له سيخرج ها ستيف كي تخلى باكس باكسي مش هذا الفيديو هذا فيديو نيرو نعم نعم فيديو نيرو قبل اسبوع كنا نقول الف مبروك لكوتي بمناسبة زواجها للأسف هذا الاسبوع نقول لها اصدقاء عظم الله اجرك في هذا اصدقاء اشتركوا في قناة طبعا يملك 2,000,000 و97 الف وارجوكم اشتركوا في قناتي واشتركوا ايضا في قناة شبكة العاب عرب او نتورك واشتركوا في قناتي يس بلايز وتابعوهما بس هيا لنبدأ الفيديو كوتي الى الان متفاجئة في شيء ناقص عندها للأسف الطير اللي هو زوجها اللي طلع في الحلقة اللي قبل اسبوع مات صدام سبب الموت انه جاله فيروس بسبب الهواء البارد ومبوته ما ادري شلون اقول لكم انا صراحة حزنان وزعلان على هذا الشيء كوتي اتوقع الان متفاجئ في شخص ناقص كان معه دايم يلعبون مع بعض ياكلون مع بعض زي الحياة العادية الزوجية ولكن للأسف اللي حصل ان زوجها مات فانا حزين لها اكوتي ما تبي تطلع قدام الكاميرا ما ادري شو وضعها من اختفى زوجها اللي هو انه من مات وهي وضعها ما ادري ايش فيه فما اقدر اقول مقدمة ما اقدر اكون سعيد في هذه الحلقة اللي اقدر اقول اعظم الله اجرك يا كوتي ان شاء الله بالزوج الثاني اللي احسن منه تبشرين به بس نبي نلاقي لها ان شاء الله زوج انتم مشتركان نفس عمرها ساقول لكم شكرا لكم ويكون عنده مناعة قوية ما ادري هل زوجها ما اعطيته تطعيمات ولا شيء على الاغلب انه ما اخذ تطعيمات لكن الفيروس جاه وموته نقول الحمد لله ان كوتي ما جاه الفيروس ولا جاء شيء انظروا المهم ما ابي اطول عليكم الفيديو داري هذا الشيء زعلكم وحزنكم لان كوتي زعلانه بسبب هذا الشيء زي ما انا زعلان وهذا اللي عندي بالحلقه عظم الله اجرك يا كوتي وحبيت اوصلكم الاخبار لان كوتي خلاص صار شيء ثابت في القناه وصلنا هذه الحلقه فعلا عجبك لايك ما عجبك ديسلايك واكتب لي سوي ديسلايك او لن نقوم بوضع جزء ثاني يا اصدقاء سنن سندخل الى سبيشال فورس جروب 2 ستلاحظون يا اصدقاء اشياء مختلفه
اني عدلت على اللعبه قليلا، ليس قليلا بل كثير. طبعا يمكنكم ساريكم احد تعديلات يمكنكم عند بدايه الراوند. هذه مره سنلعب اونلاين يا اصدقاء، لا تقولوا لنا نلعب اونلاين، بل سنلعب اونلاين يا اصدقاء يا اصدقاء. طبعا اذا كنتم طبعا نزل لها تحديث اكثر من 1000 تحديث. طبعا التحديث الاول بدايه صوره كان يكون فيها اصوات كمان، هذا كما هكذا. هذا لم ينزل لها اي تحديث حتى الان، لم يعدله. اولا اذا كنتم تريدون تعديل النقود ادخلوا الى ستينج، نعم انزلوا، لا تضغطوا في اشياء. انظروا هنا متى نعم هنا الوقت، ادخلوا الى هنا. طبعا سيعطيكم خياران، انتم عندما تدخلون ستكون نقود تينج، يعني عند دخولكم الراوند او اللعبه ستدخلون ب 700، انتم يمكنكم زيادتها الى 3000 اي شيء. انا طبعا زيدتها حتى حدها الاقصى، وحدها الاقصى هو 10000. انتظر، هذا اعلان قاعده كنتم تريدون. وايضا سأريكم طريقة، إذا كنتم تريدون أن تلعبوا أونلاين لأنكم عندنا جيم، فإنكم لا تلعبون أونلاين. عند طبعا هنا انظر لاعبين من كل أنحاء العالم. طبعا ندخل إلى بيتي، يمكنكم لا أعرف أنا أي شيء، متهيل ما هذا. هنا أصدقاء يمكنكم صناعة ما بكم، ماب الخاص بكم. أوكي لا أعرف كريتس، متهيل. ادخلوا إلى أونلاين هنا، انظروا فريند هنا اصدقائكم، ادخلوا لهنا اونلاين. يا لا اريد اعلان هنا، انظروا فلاك هناك ماب كيلر الموت. لماذا تقول تسمي بهذا الاسم ايها الغبي؟ يمكنكم لعب مع روسيين لكن لا ارى ماب روسي. سادخل الى ماب الموت. أصدقاء هذه مصيبة إذا لم يدخلني، أو لأني أصدقاء في بعض الأحيان لا يدخلكم لأن الإنترنت. يا أيها الغبي لا أريد، لأن الإنترنت ستكون طريق ثقيلة. هو ماب روسي، ادخل ادخل. طبعا أنا أحب المابات الروسيين لأن الإنترنت الخاص بهم فإنها ليست. انظروا تحدث روسي، سأرفع صوت. ها قلت لكم عدلت، انظروا هنا يجب ان تكون هكذا. هلو هلو، كما قلت لكم، قلت لكم يا اصدقاء انه يتحدث. قال لي رست لكن هنا لا يمكنكم تدرب. والله احذر لا يجب علي لعبت في هذا ايضا، لان في الحين في انه يحدث. انا لم اعدل هذا السلاح، كلام اسف لانني ما رأيتم فهو يتحرف الآن. أنت ترس أضعه من هنا. صديقي أنا سأحميك، لا تخاف. للأسف طبعا بقايا الله دمرني انا.
أبو الكلب. أخ تذكر أبو الكلب. اصمت يا أيها الغبي. ده أنا لا أحدد ال... كان هنا. فلما كنت أحدث يجب علي أن أعرف كما قلت لكم في ذلك الزر. طبعا سيكا حملت بوبجي لكن حدث ميكسي فيها. اللعبة أقول لك لن نلعب يا أصدقائي أونلاين، سنلعب وحدنا كي تروا ذكائي. ادخلوا كما قلت لكم، ادخلوا إلى نيو جيم. واو رأيتم يا أصدقاء ذلك الإعلان؟ هيا رأيتم صوت بس اشتري مرطوف. اشتريت سنايبر. اصدقائي شوفوا الى الله لان الله ياتي من المصور اسمه الخاص به يعني ليلى اي مصور. ثم نقول التطبيق التطبيق. طبعا اصدقائي رفعت يا أصدقائي. نكتي سوى 20 شخص. الزومبي فاز. راح بدا ما بدي تلتقم راوند. كي تزدقوا نقدكم ويقوموا سلاح الحبيب الحبيب. انا كمية اصدقائي ان عددهم لا يحصى. انتقوا سلاح يراني. هناك اشخاص تحتنا. طبعا الغباء ايضا الله ياتي فهو ياتي ايضا من اللاعبين لان انظر قدرة لاعبي. هناك انظركم من اصدقائي. لا
فكرة تدأب الزقان انت شتكم الذي فعله قامت بضرب صديقي انظروا شو بيدخلون تحت دمر كل شيء طبعا لكم شيء هل تتذكرون هذا السيريال لم يكن في التحديث كان في تحديث اخر لكن اظن ان نعم هذا السيريال حتى لم يكن اظن انه ضربة واحدة فيقضي عليهم هذا افضل سلاح هناك سلاح افضل بقيت لي رصاصة انا تبقى اي رصاصة رح اموت انظروا سلاحي سبب ان الزومبي يعيشون انظروا جمع النقود هذه النقود في الحقيقة فان الشخص لن يحلم بها Das war ein Tura. Sag mal, ist der Kreis an. Bro! Oh, der ist hier! Oui, je crois.
لازم يقول انتو صدقوا فاميليتهم. هي يا اصدقاء كانت هذه هي حلقتنا. الفيديو كان طويل لانني لم اريد يعني ان يكون طويل يا اصدقاء، لذلك اسف. قال لك عندهم مطر عنده صوت عندك مرة تعالى شلون طوش ترى لنا مهمة. بس إذا كنت جديد في القناة فضلك وسبسكرايب واشترك بالقناة يا صديقي. إذا كنت جديد في القناة ومع السلامة.